لكن ناخد سفيرنا المصري ياسر عثمان سفير مصر في المغرب. يا فندم صباح الخير، حضرتك مشرف ومنور. صباح الفل يا فندم، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. منذ لحظات اصدر النادي الاهلي بيان قال فيه ان هو الكابتن محمود خطيب خاطبك بخصوص وصول 2500 تذكره فقط للنادي الاهلي لحضور جماهيره لهذه المواجهه. ايه الوضع حاليا؟ ايه الوضع اللي هيحصل في الساعات المقبله؟ تمام يا فندم، يعني طبعا احب الاول اقول طبعا احنا يعني احنا بينا وبين النادي الاهلي طبعا احنا عايشين مع البعثه، يعني احنا على طول كل يوم معاهم على مدار الساعه، وبالتالي احنا عايشين معاهم كل التفاصيل منذ مجيئهم. طبعا موضوع التامين هو كان واحد من العناصر الاساسيه اللي احنا اشتغلنا عليها حتى قبل مجيء بعثه النادي الاهلي، لان دي بتتوقف عليها نجاح الفعاليه الرياضيه نفسها. صحيح. وبالتالي احنا مع الجانب المغربي ضمننا وجود خطه تنظيميه وامنيه قام بها الجانب المغربي يقدم فيها جهود كبيره، مش بس لتامين بعثه النادي الاهلي منذ وصولها، ولكن تامين الجماهير كمان اللي وصلت. بقى لنا يومين بنستقبل الجماهير، بكره هنستقبل مجموعه ثالثه من الجماهير، يتم تامين انتقالات هذه الجماهير والفنادق اللي بتقطن فيها. ايضا تم الاتفاق على تامين مدرج النادي الاهلي بالكامل في المباراه، مداخل ومخارج خاصه لهذا المدرج، وبالتالي نعتقد ان هناك يعني خطه يعني فعلا محترمه قام بها ووضعها الجانب المغربي ان شاء الله. طيب ده نقطة. النقطة الثالثة فيما يتعلق بقدوم الجماهير من مصر، احنا حطينا آلية مع الجانب المغربي، يعني استقبلنا 500 مشجع إلى الآن، تم إعطائهم التأشيرات في المطار مجانا، وتم أيضا توزيع عليهم تذاكر المباراة مجانا. غدا سيصل 500 مشجع آخرين برضه نفس الآلية برضه، وبالتالي يعني كل دي الإجراءات اللي احنا قمنا بيها خلال الفترة الماضية. عظيم جدا. يعني احنا بنتكلم على كام مشجع حتى الان؟ يعني 500 مع اللي موجودين كام مشجع حتى الان يا فندم؟ يعني حضرتك يعني اعتقد ان العدد اللي جاي من مصر ومن الخارج هيبقى 1000 مشجع. 1000 مشجع. وفي المغرب؟ ايوه. ومن المغرب يا فندم؟ في المغرب في جاليه طبعا، في جاليه 10000 في المغرب، ولكن طبعا يعني منتشرين في المغرب في مدن مختلفه. يعني احنا بنامل ونعول على الجاليه المصريه في المغرب ان هي اللي تكون المكون الرئيسي في الجماهير ان شاء الله باذن الله. ما فيش عدد محدد يتوزع عليه عدد التذاكر من الجاليه المصريه في المغرب؟ هو حضرتك وفقا للكاف طبعا موضوع التذاكر ده طبعا هو اتصالات بين الاهلي وبين الكاف طبعا. السفاره والحكومات اللي بتتدخل في هذا الموضوع، حضرتك طبعا ادرى مني بهذا الموضوع. وبالتالي موضوع توزيع التذاكر تم اقراره حتى قبل مجيء الاهلي للمغرب، وبالتالي المشكله كانت قائمه حتى من قبل وصول النادي الاهلي للمغرب. الكاس كان المفروض مخصص النادي الاهلي 10000 مقعد في هو مدرج بالكامل في استاد محمد الخامس. تم 1000 هيبقوا في المطار للجماهير القادمه من مصر ومن الخارج، والمفروض ان النادي الاهلي استلم اعتقد استلم 2000 تذكره. هو النادي الاهلي يا فندم، النادي الاهلي لو حضرتك دي منذ لحظات اصدر بيان وقال ان هو استلم 2500 تذكره فقط، وقال ان هو تواصل مع حضرتك كابتن محمود الخطيب بخصوص باقي التذاكر عشان تتواصل مع الجهات المعنيه بخصوص 7500 تذكره الباقيين. دول راحوا فين بقى؟ دول اللي موجودين فين؟ هل الاهلي هيستلمهم ولا خلاص هم اتباعوا؟ يعني هي الفكره، احنا كسفاره يا فندم. الموضوع التذاكر ده مع الكاف. اي اتصالات الاهلي بالكاف. احنا بنحاول بنسهل وبنخلق اتصالاتنا مع اتحاد الكره المغربي، بنحاول نساعد في هذا الموضوع، ولكن هذا الموضوع اصلا بين الاهلي وبين الكاف. احنا مفهوم. ده الوعد اللي خدناه باتصالاتنا احنا دلوقتي انه بكره سيتاح مزيد من ان شاء الله مزيد من التذاكر لابناء الجاليه المصريه، ليتاح اكبر عدد ممكن للجاليه المصريه انه يخش ان شاء الله يشاهد المباراه. عظيم جدا. يعني انا ليه بسال حضرتك وكررت السؤال؟ عشان اللي اصدره النادي الاهلي، قال ان هو تواصل مع سفير مصر في المغرب، عشان كده بسال حضرتك. وانا متفاهم جدا كلام حضرتك انه الكاف هو المنوط بهذا الامر وليس السفاره المصريه في المغرب. مظبوط انا كده فهمت صح؟ تمام يا فندم، صحيح. انا كده فهمت صح، يعني هو الاهلي بس اللي حصل ممكن اللبس ده حصل من هذه الجزئيه. طيب التامين، حضرتك اتكلمت على تامين الجماهير وتامين
بعثه النادي الاهلي واتوبيس النادي الاهلي، عشان دي برضو من الحاجات اللي ممكن تقلق شويه الجماهير وتحرك اتوبيس النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. الامور ده مؤمن بشكل كامل ومفيش اي ثغرات فيه؟ هو حضرتك في خطه يعني بالصفات المغربيه مقدمه فعلا دعم كبير وتسهيلات كبيره، هيبقى في تامين كامل سواء لموكب النادي الاهلي او لتحرك الجماهير بالاتوبيسات ان شاء الله. تامين كامل منذ الخروج من الفنادق الى الوصول الى الاستاد ودخول المدرج المخصص للنادي الاهلي، وايضا بعد انتهاء المباراه ايضا سواء الجماهير اللي هترجع الاوتيلات او الجماهير اللي هتسافر مباشره الى مصر. طيب بعد المباراه هل مخطط جماهير النادي الاهلي تخرج من المباراه بعدها مباشره ولا بعد عدد ساعات معينه او بعد دقائق معينه؟ هل ده مخطط ولا مش مخطط؟ لا يعني وفقا لخبرتنا السابقه يعني احنا طبعا حضرنا كذا مباراه طبعا مع الزمالك ومع المصري ومع الاهلي ومع الرجاء بيتم الانتظار تماما الى حتى يعني يتم اخلاء الاستاد بالكامل والشوارع المحيطه بيه ايضا. وبعد كده بتخرج البعثه، بتخرج جماهير مصر برضه مؤمنه بركاب بتامين كامل الى المطار ان شاء الله. طيب انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، حضرتك شرفتني ونورتني. كل اللي هنتمناه انه الاهلي غدا باذن الله يلعب مباراه كبيره، مباراه محترمه، وسفاره مصر في المغرب على لسان السفير قال انه الامر موضوع التذاكر هو يخص النادي الاهلي ويخص الكاف وليس امور اخرى.